مجرمون الأسرة المعاصرة حزب مجرم، ماشي لا أقولها هكذا لا أنعت أحدا عندما أقول مجرم مجرمين. نقول لك علاش مجرمين؟ حزب مافيا ديال الإجرام، لأن عما سوكا حد عما سوكا حد وتوكا حد وقا وشي هو والويجي هذا كاين غير جن مزيقا وهذا المجرم أم يفاق الشر الحقد نغدر حسد نغشي حاجة، ولكن هاتش ميك قار حزب هو مجرم قار حزب مجرم. له علاقة مباشرة مع إحراق الشباب الخمسة في البنك ديال الحسيمة، علاقة مباشرة ولدينا وثائق تثبت ذلك، وسيأتي ذلك اليوم باش نفضحوا فيه كل شيء. داكشي حتى المكالمات الهاتفية، ومن أعطى الأمر لإحراق هاد الخمسة ديال الشباب؟ قتلوا في الكوميسارية، ولكن المهندس والمدبر دائما هو كيدبر، ديما كيهندس وديما كيعطي الحلول، لأنه بارع في داك الحلول هذوك، وليس بارعا في حل إشكالية الريفيين. ولكن هذا الحزب بارع، يعني تقتل شي واحد ويقول لك ها كيفاش دير له. سيأتي يوم سنكشف عن ذلك، وسنرفع دعوة إلى محكمة الجناية الدولية، وأنا مستعد باش نشهد في هذه المحكمة هذه مع الوثائق اللي عندي عليكم، بالمكالمات ديالكم، بالدقائق والثواني واتصالاتكم